بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنبدا محاضره مراجعه جديده في الكورس بتاعنا بي ام بي بريبريشن كورس على البين بوك الاصدار السادس. هناخد مع بعض ان شاء الله النهارده مراجعه على شابتر 10 البروجكت كوميونيكيشن مانجمنت، اداره الاتصالات في المشروع. محتوى محاضره النهارده عندنا فقط 3 عمليات. عندنا عملية في مرحلة البلانينج بلان كوميونيكيشن مانجمنت، وعندنا عملية في مرحلة التنفيذ في مرحلة الاكسكيوتينج مانج كوميونيكيشنز، وعندنا عملية في مرحلة المونترينج اند كنترول وهي المونيتور كوميونيكيشن. طبعا في البداية احنا لازم بنبدأ بعملية بلان كوميونيكيشن مانجمنت عشان تطلع لي خطة، وهي الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. يعني دايما واحنا في اي نولج اريا اول عملية بتكون في مرحلة البلان عشان اطلع خطة هتقول لي هاو، هتقول لي ازاي هتعامل مع باقي العمليات اللي تيجي ورا، هاو تو مانج، هاو تو مونيتور كوميونيكيشن. في البداية عندنا اول عملية البلان كوميونيكيشن مانجمنت. طبعا هيبقى عندنا مدخل هام جدا وهو البروجكت تشارتر، ميثاق المشروع، انه طبعا بيحتوي على كل حاجه بشكل هاي ليفل، في هاي ليفل بروجكت ديليفرابلز، هاي ليفل ديسكريبشنز، في كل حاجه بشكل هاي ليفل، وفي كي ستيك هولدر ليست، قايمه بالمعنيين الرئيسيين وايه هي ادوارهم ومسؤولياتهم في المشروع ومعلومات عنهم، وايه هي الكوميونيكيشن ريكويرمنت بتاعتهم، متطلبات الاتصال اللي انا عايزها عشان اسجلها عندي فين في الخطه الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. طبعا من محتوياتها الكوميونيكيشن ريكويرمنت، ستيك هولدر كوميونيكيشن ريكويرمنت. طبعا هنلاقي برضو عندنا كمدخل رئيسي البروجكت مانجمنت بلان، خطه اداره المشروع اللي اكيد ممكن يعني تكون بتحتوي على الريسورس مانجمنت بلان. التيم ممبرز برضو اكيد ليهم معلومات اتصال او متطلبات اتصال كوميونيكيشن ريكويرمنت اللي احنا برضو هنسجلها فين، محتاجين نسجلها في الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. وايضا من محتويات البروجكت مانجمنت بلان الستيك هولدر انجيجمنت بلان، الخطه اللي بتديني الطريقه ازاي هيتم اشراك المعنيين في المشروع، طبعا عشان نعرف ايه هي متطلبات الاتصال بتاعتهم وهكذا. طبعا الاي اف والاو بي اي، الاي اف العوامل اللي بتأثر على المشروع سواء داخليا او خارجيا. طبعا انا هنا في عملية بلان اكيد لازم اخد معايا كل الحاجات دي. طبعا الاو بي اي تمبلتس والدروس المستفادة من المشاريع السابقة وهكذا. طبعا طالما انا في عملية بلان اكيد هنستعين ببعض الخبرة الاكسبرت جادجمنت سواء من داخل الشركة برا. طبعا يعني بيعملوا ميتنج، بيعملوا اجتماعات طبعا اثناء عملية البلان، وطبعا بنشوف ايه هي التكنولوجيا اللي احنا هنستخدمها اثناء مراحل التنفيذ، وايه هي طرق التواصل الكوميونيكيشن ميثودز، وطبعا السكيلز المهارات اللي هنستخدمها، طبعا زي طبعا الميتنج مانجمنت، ازاي طبعا يعني هيتم ادارة الميتنج او الاجتماعات بشكل جيد. طبعا عندنا هنا المخرج الرئيسي الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. يعني في الحقيقه اهم عمليه هي عمليه البلان، التولز والتكنيك بتاعتها مهمه جدا، يعني خصوصا موضوع الكوميونيكيشن ميثود وطرق الاتصالات الانتر اكتيف والبول والبوش، دي من المواضيع الهامه جدا جدا واللي اكيد بيجي لك عليها اسئله في الاختبار، ولازم وانت رايح الاختبار تبقى عارف ايه هي محتويات الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. في اسئله كتير جدا، 4 أو 5 اسئله في الاختبار اجابتهم واحده كوميونيكيشن مانجمنت بلان، فلازم تبقى عارف بتحتوي على ايه خطه الاتصالات، دي من المواضيع الهامه جدا 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 في الاختبار. طيب انا كده خططت، عرفت الكوميونيكيشن مانجمنت بلان، فيها الستيك هولدر كوميونيكيشن ريكويرمنت، متطلبات الاتصال للمعنيين هي ايه، ايه هي المعلومات اللي انا عايز اوديها او عايز اوزعها على الستيك هولدرز، ايه هي اللغه بتاعتها، مستوى التفاصيل بتاعها ايه، محتواها ايه، مين الشخص اللي انا هديله المعلومات دي، وامتى، امتى هديها له، وكم مره، وليه، ويعني وليه برضه هديله المعلومات دي،
ولو في عندي معلومات سرية confidential information لمين هتروح ويعني ومين هيوديها ومين هم الستيك هولدرز او الجروبس اللي هم هيستقبلوا المعلومات. وطبعا موضوع مهم جدا موضوع الاسكليشن بروسس اللي هي موضوع عمليات التصعيد، لو في مشكلة ما تحلتش على اللور ستاف ليفل على مستوى اللور ستاف، مين اسم الشخص اللي احنا هنصعد له المشكلة دي. طبعا ده كله موجود فين؟ موجود في الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. لو انت عرفت محتواها يبقى انت طبعا ايه انت عرفت كل الشابتر ماشي يعني بيقول ايه. طبعا تاني عملية انا هنا خلاص خططت، محتاج ان انا اعمل ايه بقى؟ اطبق الخطة. فاكيد عندنا عملية في مرحلة التنفيذ المانج كوميونيكيشن. تمام، طبعا لو جينا لاحظنا هنا هنلاقي مدخل رئيسي الورك بيرفورمانس ريبورت. طبعا انا هنا عايز اوزع التقارير والمعلومات والانفورميشن على الستيك هولدرز، فطبيعي انها تكون عندي كمدخل هيبقى عندي التقارير اللي انا عايز اوزعها. طيب هوزعها على الستيك هولدرز ازاي؟ لا مش انا حددت في الخطه، حددت الطرق والتكنولوجي وحددت يعني ازاي هبعت المعلومات دي، فطبيعي جدا انا كان عندي خطه بتقول لي هاو ازاي هتتبعت، مظبوط كده. فعشان كده عندي هنا كمدخل من ضمن البروجكت مانجمنت بلان من محتوياتها الكوميونيكيشن مانجمنت بلان، الخطه كانت بتقول لي هاو ازاي هيتم ارسال المعلومات وباي تكنولوجي وباي طريقه وهكذا. طبعا هنلاقي برضو من هنا من محتويات التولز والتكنيك البي ام اي اس، طبعا السوفت ويرز اللي هنستخدمها المانجمنت تولز ولا الميتنج ولا الانترنت وهكذا. تمام، طبعا عشان هيطلع عندي كمخرج البروجكت كوميونيكيشن كل المعلومات اللي انا وزعتها اثناء مراحل التنفيذ تطلع عندي باشكالها المختلفه. طبعا لازم يكون عندي عمليه مونيتور مراقبه. طيب انا هنا هراقب ايه؟ لا انا هنا كنت بوزع معلومات، المعلومات دي كانت رايحه للستيك هولدرز في وقت معين بعدد معين، هل هي بتروح للستيك هولدرز دول؟ هل هي بتروح في الوقت الصحيح؟ هل هي بتروح بالعدد المظبوط ولا لا؟ هل الشخص اللي بيوزعها هو ده المفروض هو اللي يوزع المعلومات دي؟ لو في معلومات سريه هل بتروح للشخص المعين ده او الشخص اللي بيوديها هو ده الشخص المناسب ولا لا؟ فطبيعي يكون عندي ايه؟ عمليه مونيتور على الكوميونيكيشن. ده موضوع مهم جدا جدا جدا. طبعا طالما انا في مونيتور كنترول اكيد هيبقى عندي داتا كانبوتس جاي من التنفيذ. دايما لما هتكلم على داتا هتكلم على ارقام، يعني ايه ارقام هنا في الكوميونيكيشن؟ يعني نوع وعدد المعلومات او التقارير اللي راحت مثلا اثناء مرحله التنفيذ وهيتم تحليلها. طبعا طالما انا هنا في مونيتور هيتم تحليلها ويعني هيتم استعانه بخبره. تمام، وهنعمل ميتنج عشان يطلع عندي بعد التحليل معلومات. تمام، واكيد انا هنا في مرحله المونيتور اند كنترول بيطلع عندي تشينج ريكويست طلبات تغيير. طبعا انا هغير على ايه؟ انا ما عنديش غير خطه، اكيد هيتم تغيير على الخطه ومحتويات الخطه. تمام كده، فاكيد لما هنعمل تغيير على البلان على الخطه بتاعتنا المعلومات والمين وازاي والطريقه كل ده ممكن يتعدل نتيجه لطلب التغيير، فاكيد هيحصل ريفليكت هينعكس على الخطه الاساسيه البروجكت مانجمنت بلان، هيحصل لها ابديت. ده كان ايه اوفر فيو كده على موضوع البروجكت كوميونيكيشن مانجمنت. لو انت فهمت الكلمتين اللي انا قلت يعني اللي انا قلتهم دول يبقى انت كده وفرت على نفسك كتير، انت كده فهمت الشابتر بيتكلم على ايه. دايما لما تيجي تذاكر او حتى بعد ما تخلص مذاكره بص للشكل ده وشوف كل عمليه فيها ايه وبنستخدم تولز ايه وبتخرج لي ايه. هاخد الاوت بوتس ده يعني بعد كده هستعين بيه في ايه وهيستخدم تولز ايه وهيطلع لي ايه وهكذا. دايما نصيحه وانت بتذاكر يعني تعمل الطريقه دي، شوف انا محتاج الشابتر ده في ايه، كل عمليه هستخدمها في ايه وعايزها في ايه. ده المهم، مش مطلوب منك ابدا تحفظ لا انبوتس ولا تكنيك ولا اوت بوتس اطلاقا. يعني زي ما انا كنت بشرح لك كده اقعد مع نفسك بعد ما تخلص مذاكره اشرح لنفسك برضو. تمام، واعمل مايند ماب لنفسك وطلع كل اوت بوتس وديه في العمليه اللي بعدها وهكذا. افهم الموضوع بشكل هاي ليفل كده زي ما قلت لك، لان في الامتحان مش هيسالك على حاجه،
مش هيسألك على حاجة حافظها إطلاقا، أنت عايز تشغل دماغك بس، هيجيب لك سيناريو في مشكلة ما، في تقارير ما وصلتش، في مشكلة في الانفورميشن. طبعا دي كلها ليها علاقة بإيه؟ ليها علاقة بالكوميونيكيشن بلان. فهي دي نوع الأسئلة اللي ممكن تيجي لك في الاختبار. طيب هنبدأ كده ببعض الديفينيشنز، بعض التعريفات، بعض المقارنات. ايه الفرق ما بين الانفورمال والفورمال؟ طبعا الانفورمال يعني غير رسمي، يعني طبعا بيعتبروا ان الايميلز، التواصل عن طريق الايميل ده غير رسمي، او السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي او الويب سايت، دي كلها بشكل غير رسمي. طيب الفورمال، فورمال يعني رسمي زي التقارير والميتنج، الفورمال ميتنج، بس طبعا شوية بتعتمد على المانر، يعني على الشكل شوية موضوع الفورمال. تمام، يعني مثلا لو مثلا مدير المشروع بيتكلم قدام السبونسر وهكذا، كل كلمة بيقولها أكيد بتبقى محسوبة عليه وهكذا، يعني بشكل رسمي شوية. طب يعني إيه تواصل اكسترنال خارجي؟ خارجي يعني مع الناس اللي بره، زي مع الاكسترنال ستيك هولدرز، يعني مع السبلايرز والفيندر والسب كونتراكتورز، مع أي حد من بره المشروع. الانترنال العكس، الناس اللي جوه المشروع. تمام، الناس مع التيم ممبرز ومع الستيك هولدر اللي هم الداخليين اللي جوه المشروع بتاعك. طيب ايه الفرق بين الفيرتيكال والداون وورد والهوريزونتال؟ الفيرتيكال يعني بشكل رأسي، يعني مع السينيور مانجمنت، مع المديرين الكبار. تمام، الداون يعني مع الناس اللي اقل، مع التيم ممبرز اللي هم هيساهموا في اعمال المشروع. انما الهوريزونتال على نفس الليفل بتاع مدير المشروع، بير اوف ذا بروجكت مانجر، يعني الناس اللي على نفس الليفل بتاعك. طيب ايه الفرق بين الاوفيشال والان اوفيشال؟ الاوفيشال يعني بشكل غير رسمي، لكن هنا يقصد بيها التقارير السنويه، وبتبعت مثلا خطابات لجهه حكوميه معينه، فاكيد هيبقى في مثلا الخطاب ده مثلا مختوم عليه ختم الشركه، فطالع بشكل اوفيشال، طالع بشكل رسمي، متوقع عليه من جهه معتمده او من مدير معتمد. فكل دي شكل رسمي او اوفيشال، تواصل بشكل اوفيشال. ان اوفيشال يعني اللي هي المحادثه اللي هي بتبقى غير رسميه، بتبقى مثلا يعني مثلا حاجات مثلا لبناء الثقه ما بين والعلاقات ما بين التيم ممبرز، يعني بتبقى تواصل بس بشكل غير رسمي. طيب الفرق بين الفيربال والنون فيربال؟ الفيربال الكلام اللي بيطلع منك، صوتك، الكلام اللي هيطلع، تمام، الفويس اللي هيطلع منك ده كله يعتبر نوع من انواع التواصل. طب النون فيربال، النون فيربال اللي هي البادي لانجوج او لغه الجسم، اللي هي انت مثلا بتضحك لواحد، مكشر في وش واحد، بتشاور بايدك، بتبرق لواحد، مثلا كل دي يعني مثلا عملت حركه بعينيك، كل الكلام ده ممكن برضو يوصل الرساله بس بشكل بشكل نون فيربال. تمام، كل دي اشكال مختلفه من من انواع الكوميونيكيشن. طبعا في برضو نقطه انا كنت حابب اقولها، مش معنى كوميونيكيشن يعني انت ماسك التليفون وبتتكلم طول اليوم مع الناس، لا، كوميونيكيشن ليها اشكال مختلفه. ممكن تبقى ميتنج، عامل اجتماع مع الناس، ممكن تبقى ريبورت، تقارير بتودوها، ايميلز، كل الكلام ده اشكال مختلفه من انواع الكوميونيكيشنز. طيب هنبدا مع بعض في اول عمليه، البلان كوميونيكيشن مانجمنت. طبعا دي في مرحله البلاننج، زي ما انا وضحت قبل شويه ان عمليات البلان او عمليه البلان كوميونيكيشن عمليه هتقول لي هاو، ازاي، وهتديني الطرق للتواصل مع الستيك هولدر في المشروع بناء على احتياجاتهم، هم محتاجين ايه هي الكوميونيكيشن ريكويرمنت بتاعتهم لكل فرد او لكل مجموعه، عشان على اساسها هنعمل طريقه مناسبه للتواصل ما بين افراد المشروع. طبعا احنا وضحنا قبل شويه موضوع الانبوتس والتولز والتكنيك والاوتبوتس، وضحنا ان احنا محتاجين الكوميونيكيشن مانجمنت بلان، وعشان نطلعها في عندنا بعض الانبوتس زي البروجكت تشارتر، ميثاق المشروع، في قائمة بالمعنيين الرئيسيين ومعلومات عن أدوارهم ومسؤولياتهم، وطبعا موجود برضو من ضمن الانبوتس البروجكت مانجمنت بلان، تحتوي على الريسورس مانجمنت بلان. هي أنا عايز أعرف إيه هي متطلبات الاتصال بتاعة التيم ممبرز أو فريق العمل عشان أسجلها فين، أعرفها في الخطة.
الكوميونيكيشن مانجمنت بلان، وايضا الستيك هولدر انجيجمنت بلان. طبعا ليها شابتر خاص بنتكلم عليه بعدين، لكن هيقصد بيها ان هي بتعرفني او بتديني طرق او اساليب او استراتيجيات مطلوبه لاشراك المعنيين بفاعليه، طبعا عشان اخد منهم الكوميونيكيشن ريكويرمنت بتاعتهم عشان اسجلها ايضا فين في الخطه. انا الهدف الرئيسي من العمليه ان انا اطلع بالكوميونيكيشن مانجمنت بلان اللي بتحتوي على الستيك هولدر كوميونيكيشن ريكويرمنت، وطبعا الطرق والمين وازاي وليه وهكذا، طبعا هتعرف عليها بعد شويه. طيب هنبدا بالتولز والتكنيك اللي بعد كده، الكوميونيكيشن ريكويرمنت اناليسيس. انا حابب هنا هتكلم على نقطه هي موضوع الكوميونيكيشن شانل او قنوات الاتصال ما بين الستيك هولدرز. طيب لو احنا اتنين بس، انا وانت مثلا، كام كوميونيكيشن شانل ما بيننا؟ واحده. طيب لو احنا مثلا ثلاثه، لو احنا اتنين وهكذا. طب لو احنا مثلا ثلاثه، انت مثلا تقدر تحسبها بسهوله، ادي واحد اتنين ثلاثه. طب لو احنا مثلا 10، لو احنا 100، لو احنا 1000، ازاي هنحسب كام شانل موجوده ما بيننا؟ ففي هنا قانون بسيط جدا، ال n في ال n ناقص 1 على 2. ال n دي اللي هي number of people، عدد الناس اللي موجوده. لو احنا مثلا 3 هتبقى 3 في 3 ناقص 1 على 2 بتساوي 3. لو احنا 4، لو احنا 4 اشخاص يبقى كام شانل او كام قناه؟ 4 في 4 ناقص 1 على 2 بتساوي 6. ده يعني الهدف ان احنا بنحلل الكوميونيكيشن ريكويرمنت بتاعت الستيك هولدرز بالطريقه، يعني انا عايز اعرف كام قناه اتصال ما بين الستيك هولدرز اللي موجودين في المشروع. في الحقيقه ان في البين بوك الاصدار السادس ما اتكلمش عن القانون، كان موجود في الاصدار الخامس، لكن ذكر الكوميونيكيشن شانل مذكوره في الشابتر ده لكن بدون معادله. لكن انا يعني ايه، يعني مش هتخسر في حاجه ان انا اعرفها للناس معادله بسيطه، بحيث لو جات لك في الاختبار يبقى انت ايه، يبقى انت برضه عامل حسابك. معادله سهله جدا وبسيطه ما فيهاش اي مشكله. طيب هندخل على موضوع الكوميونيكيشن تكنولوجي. في طبعا احنا ممكن نستخدم تكنولوجيا مختلفه للتواصل ما بين المعنيين، لكن علشان اختار التكنولوجيا دي، في بعض الفاكتورز او في بعض العوامل ممكن تاثر على اختياري للتكنولوجيا دي. زي ايه؟ في عندي كذا حاجه ممكن تاثر. اول حاجه الارجنسي اوف ذا نيد فور انفورميشن، اولويه الحاجه للمعلومات. يعني يقصد بيها الارجنسي والفريكوانسي، يعني كم مره انا هستخدم التكنولوجيا دي في المشروع؟ هستخدمها مره، هستخدمها اتنين، هستخدمها 10، هستخدمها طول المشروع. دي عوامل هتاثر على اختياري للتكنولوجيا. هل هي متاحه هقدر اجيبها؟ هل هي سهله الاستخدام؟ هل الناس كلها اللي موجودين هيقدروا يستخدموها، ولا هجيب مثلا حاجه لبعض الناس يعني ومثلا الناس التانية حاجات تانية؟ لا، فلازم اشوف هل الناس اللي معايا ثقافتهم هتسمح ان انا اجيب لهم تكنولوجيا معينه او تولز معينه يستخدموها في التواصل وكله يعرف يستخدمها ولا لا. طيب هنستكمل مع بعض موضوع الفاكتورز اللي هتاثر على اختياري للتكنولوجيا، اللي هي البروجكت انفايرمنت، بيئه عمل المشروع. هل احنا هنكون كلنا في مكان واحد، هنتقابل فيس تو فيس، ولا شويه هيكونوا فيس تو فيس وشويه فيرتشوال تيم هيكونوا موجودين في مثلا مناطق مختلفه؟ دي هتاثر على اختيار التكنولوجيا. هل احنا كلنا نفس التايم زون، نفس التوقيت، ولا مختلفين؟ هل كلنا نفس اللغه، بنتكلم كلنا عربي، ولا واحد بيتكلم عربي شويه بيتكلموا اسباني وشويه بيتكلموا فرنسي؟ اكيد كل دي عوامل هتاثر على اختيار التكنولوجيا. طيب لو في عندنا معلومات سريه confidential information، طبعا دي هتحتاج تكنولوجيا معينه وهنحط لها additional security، هنحط لها يعني اساليب او سيفتي، يعني ايه، حاجات تحفظها طبعا. فطبعا دي كلها حاجات ايه،
لازم ناخدها في الاعتبار واحنا بنختار نوع التكنولوجيا. هو ده كان موضوع الكوميونيكيشن تكنولوجي. طيب في موضوع تاني هنتكلم عليه، تولز تانية الكوميونيكيشن موديلز، لكن حابب ان انا قبل ما اروح لموضوع الكوميونيكيشن موديل انا هتكلم الاول او هدي الاول تعريف على السندر والريسيفر عشان يعني يبقى الموضوع بالنسبة لنا مفهوم. يعني ايه الفرق بين السندر والريسيفر؟ السندر الشخص اللي بيرسل المعلومات، عشان كده هو الشخص اللي بيتولى مسؤولية ارسال الرسالة. هل بس كده؟ لا طبعا، انت بما انك انت اللي بتبعت الرسالة مفروض تتأكد ان هي واضحة، ده اقل حاجة يعني، مظبوط، ان الرسالة دي الخطاب اللي بتبعته، التقرير اللي بتبعته، الايميل اللي بتبعته يكون كامل واضح عشان الريسيفر يقدر يفهمه، مظبوط. هو ده موضوع السندر. طيب الريسيفر هل بيستقبل بس وخلاص؟ لا، ده ليه برضو مسؤول عن حاجة. اولا هو مسؤول عن ايه؟ استقبال الرسالة، تمام. مش بس كده، ده لازم يقول لك ايوه وصلتني، يعمل لك اكنولج. يعني دلوقتي انا بعت لك ايميل، اول ما بيوصلك الايميل مفروض تبعت لي رد تقول لي وصلني الايميل، بس مش معناها ان انت فاهم المحتوى او انت موافق عليه، لكن فقط بتقول لي ايوه وصلني الايميل ده، وصلني الخطاب ده، وصلني التقرير ده، تمام كده. تمام، ده كان موضوع السندر والريسيفر. الموديل ده انا هتكلم عليه دلوقتي ازاي بتتم عملية الكوميونيكيشن في المشروع، او مش شرط في المشروع او في اي بيئة عمل. تمام، دلوقتي السندر او الشخص اللي بيرسل بيعمل ايه؟ بيعمل انكود، يعني بيرسل الرسالة للريسيفر، فبيعمل لها هنا في مصطلح اسمه انكود، يعني بيرسل الرسالة. طيب الرسالة دي بتروح على طول ولا بتعدي الاول على ميديوم او وسط؟ اكيد وسط، ممكن يأثر على يعني يأثر على فهم الرسالة من قبل الريسيفر، فاحنا بنسميه ميديوم او ايه، فممكن يعني يحصل اي حاجة تعيق فهم الرسالة، فاحنا بنسميها مصطلح اسمه نويز او ضوضاء. الضوضاء مش يعني ليها اشكال مختلفة، انا زي ما وضحت اي حاجة تعيق فهم الرسالة. دلوقتي مثلا لو انت مدير مشروع بتكلم المراقب بتاعك هو موجود في الموقع وانت قاعد في المكتب، المراقب شغال جنبه كومبريسور وشغال جنبه جي سي بي وحفار وفي معدات شغالة ودوشة، فدلوقتي ممكن كل الكلام ده وكل الصوت ده العالي ده ممكن يأثر على فهم الرسالة، ممكن ما يسمعش بشكل كويس، المراقب ما يسمعش مدير المشروع او العكس، فكل الحاجات دي احنا بنسميها نويز. لو احنا ثقافاتنا مختلفة، انا بتكلم عربي وانت بتتكلم اسباني، اكيد مش هنفهم بعض، عدم فهم الرسالة برضو تعتبر نويز او تعتبر ضوضاء، مظبوط. واحد مثلا بيتكلم والتاني ما فهمش، مثلا الشخص ده يعني مثلا ما فهمش لاي سبب، تمام، ثقافته مش قد كده، دي كلها برضو تعتبر ايه؟ تعتبر نويز. كان في قبل كده في محاضرة من المحاضرات كنت بتكلم برضو على الموديل ده، فواحد قال لي برضو طب ممكن لو واحد ذكي او واحد غبي ما فهمش الرسالة، برضو غباءه ده يعني برضو يعتبر نويز، هو شخص غبي فبرضو الغباء يعتبر نويز. ما هي اي حاجة ايه بتأثر على طبعا فهم الرسالة. طيب دلوقتي وصلت الرسالة للريسيفر، تمام، دلوقتي وصلت الرسالة للريسيفر، هل هيسكت كده وخلاص ولا لازم يرجع يقول له ايوه وصلتني الرسالة؟ ايوه، فهيعمل له اكنولج مسج، يبقى مسؤولية السندر ان هو يعمل انكود بس تكون الرسالة واضحة ومفهومة، يتأكد منها الأول إنها مكتملة، بيبعتها بتعدي على نويز أو بتعدي على وسط بتوصل للريسيفر، بيعمل لها بعد كده إيه؟ بيعمل لها ديكود، هيقول له أيوه وصلتني الرسالة، يعني بيعمل أكنولج، تمام. دلوقتي الريسيفر بدأ يقرأ الرسالة،
يقرأ الخطاب، يقرأ الإيميل، فهم المحتوى وعايز يرد، عايز يرد دلوقتي على الرسالة. بعد ما فهمها خلاص قرر ان هو يرد، فهنا هيتحول لإيه؟ هيتحول هو لسندر. بعد كده هيتحول، هو يبقى هيعمل انكودينج، هو اللي هيبعت دلوقتي المسج بنفس الطريقة. المسج هتعدي على ايه؟ على وسط، مظبوط، برضو ممكن ما تتفهمش، ممكن يحصل لها اي حاجة في الطريق تؤدي الى عدم فهم المحتوى. يبقى هو كده بيعمل ايه؟ الشخص ده بيعمل ايه؟ بيعمل فيدباك بعد ما قرأ الرسالة، قرأ الخطاب، قرأ المحتوى، عايز يرد، عايز يقول رأيه، فهنا بيعمل فيدباك. الفيدباك بيعدي على ميديم، بعد كده ايه؟ بتوصل لمين؟ للديكود. هو ده موضوع الكوميونيكيشن موديل. موضوع بسيط، لكن هي فقط محتاجه منك انك تبقى ايه؟ عارف بس المصطلحات دي، انكود وديكود ونويز وميديم وفيدباك وكل الكلام ده. اكنولج اللي هو يعني بيعترف او بيقر ان الرساله وصلتني. الفيدباك او يعني الريسبونس، الاستجابه بتاعته بعد ما فهم المحتوى وعايز يقول رايه وعايز يرد على الرساله يعني بنفس الطريقه. هو ده كان موضوع الكوميونيكيشن موديل. طبعا ده كله انا هعديه، انا يعني خلاص شرحته من شويه، الانكود واللي هو الميديوم اللي هو النويز والديكودينج. طبعا ده كله انا شرحته دلوقتي، موضوع الفرق بين الاكنولج والريسبونس او الفيدباك. الاكنولج ان هو بيرد على الرساله بس مش ضروري ان هو يكون فاهمها، هو فقط بيقول ان انا استقبلتها، انما الفيدباك بعد ما بيقراها وبيعرف محتواها بيبدا ان هو يرد عليه. طيب هندخل دلوقتي على تكنيك مهم جدا، وهو الكوميونيكيشن ميثودز او طرق او انواع الايه التواصل. في عندنا كذا طريقه، طبعا دول اهمهم، في طرق تانية في البين بوك، لكن انا عملت فوكس كده، ركزت على اهم ثلاثة: الانتر اكتف كوميونيكيشن والبوش كوميونيكيشن والبول كوميونيكيشن. طبعا افضلهم اكيد الانتر اكتف كوميونيكيشن، التواصل الفعال بيكون انتر اكتف، زي الصورة كده اللي واضحة قدامنا، جماعة كده مش شباب قاعدين مع بعض في ميتنج، يبقى ايه؟ هم موجودين فيس تو فيس، يبقى ده اكيد افضل نوع من انواع التواصل. في انواع تانية ممكن يبقى مثلا بتعمل اتصال تليفوني، ده برضو انتر اكتف لانك بتاخد وبتدي معاه، الميتنج طبعا، الانترفيو، فاكيد كل الكلام ده هو ايه؟ موست افكتيف واي، افضل طريقة للتواصل اللي هي الانتر اكتف كوميونيكيشن. دلوقتي وانا بتكلم معاكم بنستخدم برنامج زوم مثلا، دلوقتي احنا بنستخدمه، ممكن انا دلوقتي بتكلم، حد يفتح المايك ويرد عليا وناخد وندي مع بعض، ده برضو يعتبر ايه؟ نوع من انواع الانتر اكتف كوميونيكيشن. حلو. النوع الثاني اللي هو البوش كوميونيكيشن. بوش يعني انت بتدفع، بتبعت، بتعمل سيندنج، هو ده موضوع البوش كوميونيكيشن. يعني بتبعت خطاب، بتبعت ميموز، بتبعت ايميل، بتبعت فاكس، انت بتخرج منك الرسالة بتبعتها، تمام؟ هو ده موضوع البوش كوميونيكيشن. طيب موضوع البول بقى، موضوع البول كوميونيكيشن دلوقتي احنا موجود، احنا مثلا في ستيك هولدرز، احنا 100 واحد ولا 1000 واحد، هل بقى نقعد فيس تو فيس مع بعض؟ اكيد مش منطقي ان احنا يعني نقعد مع بعض واحنا 1000 واحد، او في معلومات كتير صعب ان انا هبعتها لك كلها في خطاب ولا في ريبورت او هكذا. فاحنا بنعمل ايه لما يكون في ناس كتير جدا، في معلومات كبيره لارج كومبلكس انفورميشن، وفي برضو لارج بارتيسيبنت، انتوا في ناس كتير، ممكن نستخدم ايه؟ ممكن نحط المعلومات الكتير دي على موقع معين. مثلا دلوقتي انا بعد ما اخلص معاكم هحط الفيديو على اليوتيوب مثلا، واقول لكم معلش الناس كلها تدخل دلوقتي على اليوتيوب تاخد المعلومات دي تحملها، يبقى انت كده حصل ايه؟ حصل بول كوميونيكيشن. حطيتها مثلا على يوديمي مثلا، وانت دخلت باسمك والباسورد اخدت المعلومات، حطيتها على جوجل درايف، على موقع على الانترنت، حملتها، بعد كده انت دخلت اخدت المعلومات دي، لان الناس كتير
مش معقول هقعد ابعت لكل واحد، مش معقول انا مش معقول يعني مثلا مش معقول هنقعد كلنا في اجتماع واحد واحنا ناس كتير معلومات كتير. فاكيد افضل طريقه موضوع البول كوميونيكيشن. طبعا في اسئله كانت بتيجي في الاختبار على الموضوع ده، اشهرهم طبعا موضوع كان يقول لك ان في طلب تغيير وعايزين ناخد فيه قرار، طلب كان في تغيير على السكوب او على الكورس فعايزين ناخد قرار بشكل جيد. ايه افضل طريقه يا شباب؟ ايه افضل طريقه لو في طلب تغيير مثلا؟ هنبعت خطاب ولا نبعت ايميل ولا نقعد مع بعض ولا نعمل ايه؟ ولا مثلا نحطها على موقع؟ الناس ترد يا شباب على الشات. طبعا افضل طريقه اكيد زي ما انتوا قلتوا الانتر اكتيف كوميونيكيشن، اكيد مما لا شك فيه ان هي افضل طريقه، هي الموست افكتيف واي. طيب هندخل بقى على مخرجات العمليه الاولى، مخرجات عمليه البلان كوميونيكيشن مانجمنت، وهي الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. هي طبعا جزء من البروجكت مانجمنت بلان، جزء من الخطه الاساسيه زيها زي الكواليتي الريسورس السكوب مانجمنت بلان الكوست وهكذا. دي كلها بلانز او خطط، جزء من الخطه الاساسيه اللي احنا بعدين في يعني بعدين هنعمل لها تكامل او هنعمل لها انتجريشن ونحطها في خطه واحده اللي هي البروجكت مانجمنت بلان. طيب تحتوي على ايه؟ مهم جدا تبقى عارف محتوياتها. وانا وظيفتي دلوقتي ان انا هسهلها عليك ازاي تحل السؤال اللي هيجي لك بسهوله جدا وانت فاهم. اول حاجه فيها الستيك هولدر كوميونيكيشن ريكويرمنت، متطلبات الاتصال للمعنيين. ايه تاني؟ ايه المعلومات اللي احنا هنوصلها؟ باي لغه؟ باي شكل؟ محتواها ايه؟ مستوى تفاصيلها ايه؟ تمام. الاسكليشن بروسيس، لو في مشكله ما اتحلتش على اللور ستاف ليفل، دلوقتي انا مدير مشروع انا محتاج مثلا بعض الدروينج بعض الرسومات، فروحت اكلم مثلا الرسام او هكلم اي شخص المسؤول عن الدروينج دي او مثلا اكلم المهندس المسؤول عنها، كلمته مره واتنين وبرضه بيأخرها وانا محتاجها ضروري. اتكلمت مع المدير بتاعه مدير القسم كله برضو مرة واثنين وثلاثة وبرضو مفيش فايدة، لسه برضو بيحصل تأخيرات. دلوقتي في مشكلة وهتأثر على المشروع، يبقى لازم هنصعد المشكلة. مين بقى الشخص اللي احنا هنصعد له المشكلة دي؟ اسمه ايه؟ لازم ده يكون كله يعني طبعا اسم الشخص اللي انا هصعد له المشكلة دي طبعا لازم يكون موجود فين؟ موجود في الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. طيب ليه انا هبعت المعلومات دي؟ ليه هبعتها؟ ليه وامتى وكم مره هبعتها؟ ومين الشخص المسؤول ان هو يبعت المعلومات دي؟ لو في عندنا معلومات سريه confidential information، مين الشخص المسؤول ان هو يبعتها؟ طيب مين الشخص او المجموعه اللي هتستقبل المعلومات دي؟ من الاخر كده خلاصه الكلام، هي بترد على ادوات استفهام كتير. ليه؟ امتى؟ كم مره؟ لمين؟ ازاي؟ هي بترد على كل الكلام ده. دايما حطها في بالك، ما تحفظش حاجه بس حطهم بس في بالك، ليه؟ كم مره؟ ازاي؟ وامتى؟ وليه؟ وهكذا. تمام؟ ده هو خلاصه موضوع الايه؟ محتويات الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. طيب في هنا عندنا شكل برضو ممكن يوضح لك الموضوع. لو انت مثلا عايز طلب منك تعمل كوميونيكيشن بلان، هتقول ايه هي المعلومات اللي انا هوصلها، ليه هوصلها، بين مين ومين، افضل طريقه هوصلها بيها، مين اللي هيبعت المعلومات دي، امتى وكام مره. طيب في شكل تاني موجود معانا برضو من اشكال الكوميونيكيشن مانجمنت بلان، لو انت عايز تعمل خطه للاتصالات في المشروع بتاعك، تكتب هنا التايتل بتاع المشروع، عنوان المشروع بتاعك ايه، امتى جهزت الخطه دي، امتى
مين الستيك هولدرز اللي هم هيوصل لهم المعلومات بتسجلهم هنا، ايه هي المعلومات اللي انا هوصلها باي لغه ومحتواها ايه، مستوى تفاصيلها ايه، تمام، هيتكتب هنا باي طريقه هتبعت المعلومات دي، هتوصلها ازاي، عن طريق الميتينج، عن طريق الشات، عن طريق الايميل، الطريقه اللي انت هتبعت بيها المعلومات، امتى هتبعتها، كم مره هتبعتها للستيك هولدرز، مين الشخص السندر، مين الشخص اللي هيبعت المعلومات دي. واضح كده؟ فهو ده كان ايه، كان موضوع الكوميونيكيشن بلان. طبعا هنا لو في انت كنت عامل اي assumptions او constraint موجوده، تمام، لو في اي تكنولوجي كانت مثلا constraint عليك، لو في اي معلومات سريه ضروريه، طبعا دي كلها هتسجلها في الكونسترين اللي موجوده واستخدمت لها ايه وهكذا. ده كان موضوع باختصار كده، موضوع ايه، موضوع الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. لو انت فهمت اول عمليه تعتبر انت فهمت 80% من الشابتر، لان هي اهم عمليه موجوده في الشابتر ده. وبكده بقى احنا خلصنا اول عمليه موجوده معانا النهارده، هي عمليه البلان كوميونيكيشن مانجمنت.